قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قد يقول البعض: معنى ذلك أن من لم يحج يا أجيب الله يقول من كفر فإن الله غني عن العالمين. قد يفهم البعض أن المعنى من لم يحج فهو كافر، لكن هذا ليس بصحيح. ترك الحج ليس كفرا وإن كان فاعله عياذا بالله من الفسق بمكان، لكن التكفير ليس بالأمر الهين. وإنما بعض العلماء يحمل التكفير هنا على أنه تكفير نعمة، وبعضهم يقول، وهذا لا يتصور في مسلم، من كان يظن أنه إذا حج لا يغنم وإذا لم يحج لا يأثم فهو كافر. أعيد، من كان يظن يعتقد أنه إذا حج لا يغنم وإذا لم يحج لا يأثم، هذا ماذا؟ هذا كافر. يحمل الآية على هذا المعنى، وهذا أقرب الأقوال.